التكاليف على نوعين، تكاليف عقلية وتكاليف شرعية. الحمد لله الكثير ممن نحن في خدمتهم من فضلاء الحوزة. التكليف الشرعي هذا اللي أنت تقوله، حتى لما تيجي لتحرير الوسيلة للسيد الإمام في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكتوب فيه هذا اللي أنت تبغيه، ولكن بالعمل الإمام ما كان يعمل فيه. ليش؟ لأن الحكومة الإسلامية يا حبيبي تكليف عقلي مو تكليف شرعي. التكليف العقلي مو متوقف على هذه الأمور. أنا أقول لك الآن مثالين بس حتى لا أطول عليكم. أنتم كلكم تقولون بأنه المكلف منه من اجتمعت فيه شروط ثلاثة: البلوغ والعاقل، صحيح ولا؟ وبعد القدرة الاختيار. أما لما يجي التكليف العقلي بعد مو متوقف على هذه الأمور. أنت الحين ابنك ما واجب عليه أن يصلي، عمره 13 سنة ربما 14 سنة، أما واجب عليه أن يحترم أبوه أم لا؟ واجب عليه أن يحترم أمه أم لا؟ أنت ما تقدر تطقه ليش ما صليت، أو تخانقه ليش ما صليت، لأنه مو مكلف. أما تقدر تطقه أو تخانقه ليش غير مؤدب، ليش ما تحترم أبوك، ليش ما تطيع أبوك، ليش ما تطيع أمك؟ هذه تكاليف عقلية يا عزتي. ولهذا إن شاء الله الأخوة يراجعون المقدمات المفوتة في الأصول. المقدمات المفوتة يقول لك شلون واحد الآن بكرة يبلغ فيبغي يصلي، كل العلماء يفتون بوجوب تعلمه لمسائل الوضوء والغسل والصلاة قبل البلوغ. شلون صار هذا؟ إذا مبالغ مو مكلف. يقولون ديك مقدمات عقلية. عزيزي إقامة الحكومة الإسلامية تكليف عقلي، هذا مو تكليف شرعي. التكليف العقلي بعد مو متوقف على الشيء. ولهذا الفارق هنا يظهر. أنا الآن أبين هذا المثال حتى يظهر عندنا. الآن أبين مثال واقعي. إحنا الآن نعيش في مجتمع من المؤسف بعض المنكرات بصورة علنية ترتكب، مثلا كمنكر عدم الالتزام بالحجاب. أنت لما تيجي للتكليف الشرعي تقول إذا نهيك عن المنكر ما كان مؤثر يسقط وجوبه، وجوبه يسقط إذا مو مؤثر. يعني زوجتي الحين لما تمشي في شارع صفائية تشوف وحدة غير محجبة، تدري إذا الحين نهتها عن المنكر هذه ما راح تعتني، ما راح تسمع، بل بالعكس ربما راح تعاند، فإذا يسقط التكليف. هذا وين؟ هذا في الفقه، في التحرير، في تحرير الوسيلة، في المسائل المنتخبة، في زبدة الأحكام. أما لما تيجي للتكليف العقلي يختلف الموضوع. ليش؟ يقول لك بأنه التكليف مو فردي، تكليف اجتماعي. لما صار تكليف اجتماعي زوجتي تقول لها اختي ستري شعرك، اطق زوجتي طراق، رد فعل بعد أبشع نوع، تضرب زوجتي، تمشي خطوتين زوجتك توصل لها، تقول لها اختي ستري شعرك، بعد ما تقدر تضرب الثانية تسبها، بعد خطوتين زوجة السيد توصل لها تقول لها ستري شعرك، تعبس في وجهها، بعد خمس خطوات زوجة الشيخ توصل لها تقول لها ستري شعرك. تمر مرة الكرام، مرة خامسة لما زوجتك تقول لها شوية تتحدى. هذا واقع مجرد، بس احنا لأنه شفنا الأول تركناه، انترك الكل، وضعنا يوم من يوم من سيء إلى أسوأ. كذلك في باقي المجالات، إذا مثل ما أنت تبغي الحين تبحث وياي بحث فقهي، أصلا خروج الإمام الحسين سلام الله عليه كان خروجا غير الشرعي، وإلا العاقل المنكوث مرتين من أهل العراق. شنو الحسين يجهل بأهل العراق؟ أهل الغدر والخيانة. إيش سوى أبوه؟ يا ليتني لم أركم ولم أعرفكم، يا أشباه الرجال ولا رجال فيكم، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، ليت ابني أبي سفيان يعوضني ياخذ عشرة منكم يعطيني واحد. يعني هذه أعظم إهانة. أنت للعرب تقول له حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، يعني أنت حرمة، أنت امرأة
شوف ايش سووا بأمير المؤمنين. هذا الحسين كان عايش بهالأجواء، ما يعرفهم. ايش سووا بأخوه الحسن حتى بعد يقترحون يكظوه ومشدود الأكتف يسلموا له معاوية؟ ما حاولوا اغتياله، ضربوه بالخنجر وجرحوه سلام الله عليه. فالعاقل بعد ما يلدق وما يلسع من جحر مرتين. أنا قاعد أبحث وياك بحث فقهي. لا هذا مو صحيح، لأنه إذا جينا إحنا بتكليف خاص أسقطنا ما قاله إمامنا وسيدنا الإمام الخامنئي حفظه الله، الذي قبل حديثي تنورنا بكلامه الذي قال عن القرآن الكريم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجميع العظماء أسوة، جعلهم الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قد كفرنا بكم، بدت بيننا العداوة والبغضاء. الأئمة جميع أقوالهم، أفعالهم، سلوكهم، تقاريرهم كلها سنة. إحنا جينا بالعكس، سوينا الأصل سوينا خاص، والتقية سوينا عام. فالنتيجة لابد أن تجلس في بيتك وتغلق الباب عليك، أو نستجير بالله كما بعض الجهلة كانوا يظنون. إحنا لازم نكثر من الظلم والفسق والفجور حتى يظهر إمامنا الحجة روحي فداه، ذول المعروفين باسم الحجتية أو المهدوية أو ما شابهه من المبطئين، لأنه ما يجي إلا حتى كما ملئ ظلما وجوا، أو أنه كل راية قبل المهدي هي فاشلة أو راية ضلال. أثبت السيد الإمام بأنه هذه كلها أوهام. بالعكس، الخطوط العريضة رسمها أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم البيعة: والذي برأ النسمة وفلق الحبة لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها، ولا ألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنه. ولكن الله ما أخذ منا هذه العهود، هذا واجبنا. يعني لازم نعيش ويا هموم أخواننا، أخواتنا، أبناء أمتنا. إنما المؤمنون إخوة. في اليوم إذا المؤمنين في يمن ما ينامون، أنا بالليل مو لازم أنام. إذا المؤمنون في البحرين في اليوم في قلق، أنا لازم أيضا أكون في قلق. أصلا الجلطة اللي أصابت السيد الإمام شنو سببها؟ كان الإمام سمع نبأ، تدرون أيام كانت الحكومة ما كانت 100% تسمع لكلام السيد الإمام رضوان الله عليه والتنظيمات اليسارية وغيرها العميلة للإمبريالية العالمية، كانت تحاول أن تفشل جميع الخطوات الإصلاحية. ولم يمض على انتصار الثورة إلا أشهر، وإذا بطائرة مدنية تأتي من مشهد تصيب الجبل ويقتل من فيها من الركاب. الإمام سمع، حتى مو تقرير مؤكد، مجرد دعاية، أن سبب إصابة هذه الطائرة للجبل كان إضرابا في برج المراقبة في مطار طهران قد أحدثه اليساريون. ذاك الزمان اليساريين باسم الحق العمال والموظفين والعمل كانوا في يأخذون جميع القطاعات للإضراب. تدري الوضع الاقتصادي ما كان وضع جيد، سنة كاملة البلد كان مشلول في أيام الثورة. الإمام مجرد أن سمع
أنه يحتمل سبب هذا الحادث كان إضغاط، مع أنه هو مو مقصر فيه، ولكن لأنه إمام البلد أصيب بنكسة قلبية هي التي أدت إلى إخصائه من قم وعدم سماح الأطباء لأن يكون في قم، ولو ابتعد عن نمارق طهران وقصورها وذهب إلى مكان ما أدري لا زال هكذا أو غيره، إذا هنوز كاشكوريش نساسي أو كامل كذا ما أدري، لأنه أنا حقيقة يمكن يعني آخر مرة ذهبت إلى هناك في زمان يعني يمكن كان في أيام يعني أسبوع أو أسبوعين بعد أسبوع بعد وفاة السيد الإمام، يعني كان الجص تقريبا حسينية جمران مجصصة إلى الثلث من السقف، يعني مو مجصصة كاملا، يعني كانت مطينة من طين، والإمام ما يسمح حتى بتجصيصها غير هذه الزخارف وما شابه. وإذا استغلوا فترة السيد الإمام ما كان عنده لقاءات عامة فيابوا البنائين حتى يبيضوها، السيد الإمام التفى شاف أصوات، بطل الباب شاف مشغولين صرخ قال خلي الخميني يموت بعدين سووا هذه الأشياء، ولهذا وقفوها. سكن في بيت متواضع ربما أدنى مستويات الشعب كان يسكن في بيت أحسن من ذاك البيت. هذه جماران قرية مو ضاحية، نحن لما كنا نذهب إليها بصعوبة كنا نصل إليها في الطرقات، شمال طهران طبعا شمال ولكن قرية كانت. أحس شعر، هذا هو الواقع، هذا هو التكليف العقلي. فإذا نحن إذا جئنا إلى التكليف العقلي فالموضوع يكون 100% متفاوت، وإلا من كان زهير بن قين بعد الذي ذهب بدون الدرع؟ قيل له أجننت؟ قال حب الحسين. المجنون مكلف؟ بعد مو مكلف. المجنون مشمول بلا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة أو بأيديكم إلى التهلكة؟ بعد مو مش هذا هو جنون الإيمان، هذا هو جنون العشق، العاشق مجنون. وهذا الذي نحن شهدناه في أيام الثورة، مقدم 2-3 من أولاده شهداء يبعث الرابع، الإمام يمنعه، أنا هذا أعرفه بالشخص بشخصه، الإمام يمنعه بعدين يصر أنه هذا لازم يروح، الإمام يقول مشروط بأنه لا يروح بالخطوط الأمامية، يروح للجبهة أما في الخطوط الخلفية، مع أنه مقدم 3 من أولاده شهداء في الحرب وولد واحد في أيام الشاه، يعني عنده 5 أولاد مقدم 4 للثورة وإذا الخامس يبعث للجبهة. هذه نماذج شهدناها، نعم أشبه بالجنون. وإذا نظر إليهم الناظر يحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، يقول لقد خولطهم خابير فيهم خبل، نعم لقد خالطهم أمر عظيم لا يرضون من أعمالهم بالقليل. نقدم 3-4 شهداء هذا قليل، لا يرضون من أعمالهم بالقليل ولا يستكثرون الكثير، ما يقول 4 شهداء كافين،